وفي سوريا أسقط الجيش السوري اليوم طائرة مسيرة تحمل قنابل باتجاه ريف درعا الشمالي، فيما قتل عدد من المسلحين أثناء محاولتهم الاعتداء على نقاط عسكرية في درعا البلد. تواصل وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع حلفائه التقدم على عدة محاور في البادية باتجاه حقل أرك شمال شرق مدينة تدمر وعلى الاتجاه الشمالي الغربي للمحطة الرابعة بريف حمص الشرقي. وقد كبدت القوات السورية تنظيم داعش خسائر في الأفراد والعتاد من ضمنها عربات دفع رباعي تحمل أسلحة ثقيلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الجيش السوري سيطر في وقت سابق على عدة نقاط وتلال جديدة تقع في محيط الحقل أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر تنظيم داعش. وبحسب المصادر فإن الجيش السوري يسعى عبر هذا المحور إلى السيطرة على الحقل النفطي ليتابع التقدم بعدها إلى منطقة السخنة، حيث تعتبر آخر مدينة وتجمع سكني كبير يسيطر عليه التنظيم في محافظة حمص، والتي تشكل مفتاح الوصول إلى مدينة دير الزور. إلى ذلك تصدى الجيش السوري لهجوم مجموعات مسلحة على قرية عين الدنانير في ريف حمص الشمالي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة خلفت قتلى بين عناصر التنظيم.